نعود إلى موضوعنا، هل محمد مذكور في الكتاب المقدس؟ نعم، مذكور ضمن الأنبياء الكذبة وليس ضمن الأنبياء الصادقين. لقد وصانا السيد المسيح وقال احترزوا من الأنبياء الكذبة، واحد من هؤلاء هو محمد، الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. وورانا كيف نعرفهم، من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، أما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. ماذا قدم لنا محمد؟ لقد قدم لنا محمد السبي والغزو وقطع الأيدي وغزو اليهود الذين يجاورونهم وطردهم من بيوتهم وسبي بناتهم مثل صفية وغير ذلك من الثمار التي لا زلنا نجنيها إلى اليوم. جماعات إسلامية كثيرة ظهرت وتنادي باسم محمد وتحمل اسمه في أعلامهم، لا زلنا نرى ثمار هذا النبي إلى اليوم في تفجيرات وفي بن لادن وفي القاعدة وفي بوكو حرام وفي كل هذه الجماعات. نعم يوجد محمد في الكتاب المقدس، لكن كنبي كاذب ترك لنا ثمارا غير صالحة وليس كنبي صالح. شكرا. هو من؟ طيب خلينا بدل ما في وقت خليني أخلص هذه النقطة. الأستاذ يقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الكاذب الذي أخبرت عنه التوراة. لا يا أستاذ، الذي أخبر عنه المسيح عليه الصلاة والسلام. أنا أدعوك إلى سلسلة مناظرات معايير النبوة بين الإسلام والمسيحية تطبيقها على الأنبياء. ما هو الذي ينبغي أن يكون نبي ولما هو نبي؟ ما هي معايير النبوة؟ من ثمارهم تعرفونه من النص اللي أنت قلته، القتل والإرهاب في النصوص المقدسة، القرآن والكتاب المقدس. أتحداك ولن تجرؤ على الموافقة. السبي والاسترقاق الذي أنت ذكرته، أنا أيضا أتحداك في مناظرة عن السبي والاسترقاق بين الإسلام والمسيحية. إذا تركنا الكتب المقدسة من ثمارهم تعرفونهم، نريد أن نتحدث عن الوحشية التي ظهرت في التاريخ. هل يستطيع الأستاذ رشيد أن يناظرني في موضوع الوحشية بين القرآن، بين حياة الإسلام، حياة المسلمين، وبين رسل المحبة والسلام الذين ملأوا العالم بالمشاعر المحترقة، الأجساد التي أحرقت في سبيل المسيح كما يقولون؟ نعم يا أستاذ، هذا ما أدعوك إليه. إذا كنت تؤمن بنص من ثمارهم تعرفونهم، فدعنا نبتدئ بهذه الأربع مناظرات بعد ما ننتهي من المناظرة الثانية.